لحتى نعرف تفاصيل أكثر عن هذا المشروع رح يكون معنا أحمد ياسين مدير مركز الأنظمة الذكية بعزاز. يسعد صباحك أحمد. صباحك أنصار. الله يعطيك العافية. احكي لنا أحمد بالبداية كيف اجتك الفكرة حتى أنه تعمل هيك مشروع؟ طبعاً بالبداية أنا اللي قلت عندي هواية الإلكترونيات، مصنع جهارات إلكترونية بسيطة وإضافة لصيانة بعض الأدوات الكهربائية. من فترة بدأت أتعلم لغة، دخلت بمجال البرمجة، بدأت أتعلم لغة سي وسي بلاس بلاس لبرمجة الأردوينو، وبدأت أصمم مشاريع بالأردوينو. ومن ضمن المشاريع اللي اشتغلتها هو كان مشروع المنزل الذكي، وبدأت أتطور عليه حتى وصل لهي المرحلة. طيب شو اللي خلاك انت احمد، يعني انت ذكرت بالتقرير انك انت تعلمت لغات البرمجه اللي هي السي والسي بلس، شو اللي خلاك تتعلم هاي اللغات وشو اللي خلاك انت تعمل هذا النظام او تفكر انك تعمله؟ نعم، طبعا سبب تعلم البرمجه هو كان تصير برمجه الاردوينو بيتطلب لغه برمجه سي بلس بلس. بدات اتعلم البرمجه لغه البرمجه وبدات اشتغل على المتحكمات الأردوينو وبرمج مشاريع. اشتغلت عدة مشاريع، من ضمن المشاريع هاي اللي اهتميت فيها وهي مشروع المنزل الذكي. طبعا بالبداية كنت عم أصمم للبيت، صممت دارة وبدأت حولت المنزل عندي المنزل الذكي. نعم. إضافة مثلا للباب الخارجي عندي الباب الرئيسي، صممت دارة قفل إلكتروني عن طريق كلمتر أو بصمة أو كرت، إضافة لعدة مشاريع. طيب أحمد، حضرتك مدير مركز الأنظمة الذكية، احكي لنا عن المركز أكثر، شو خدماته، مين معك بهذا المركز وكيف بدأت، يعني كيف قدرت تجذب أشخاص يشتغلوا معك بهذا المجال؟ مركز الأنظمة الذكية مخصص أنظمة مراقبة، أنظمة حماية وكمان إنذار، إضافة البرمجيات حتى وتحكم عن بعد، ومختصين بأنظمة المنزل الذكي. بالبداية بدأت لحالي، بدأت أشتغل على موضوع برمجة تحكم، برمجة دارات تحكم عن بعد عن طريق الأردوينو، وبدأت أصمم مشاريع وأشتغل عليها. طيب حلو كتير. أحمد أنا بدي أسألك، يعني هل نحن ممكن أنه نطبق هذا النظام اللي أنت اشتغلت عليه حاليا على كل المنازل في الشمال السوري؟ ومن ناحية تانية يعني كيف فينه هذا النظام يشكل آلية ربط بين المنزل إذا استخدمت في هذا النظام وبين الدفاع المدني في حال حدوث حرائق أو كوارث؟ نعم، بالبداية فينا نطبق هذا النظام على جميع البيوت، كان بيت قديم يعني مدة في تمديد أرضية قديمة أو حديث. تمديد النظام، تركيب النظام سهل جدا، ما بيصعب على أي كهرباء. بتم تركيب الدارة المبرمجة على علبة القواطع الرئيسية وتوصيل الأوامر عليها. بنحتاج لتمديد خط واحد فقط في حال وصل الكبتات الكهربائيه في جدران على الداره. هي بتخص المنازل القديمه، اما في المنازل المعمره حديثا بيتم بتجهيز مرحله التاسيس وتم تجهيز جميع التوصيلات على الداره المبرمجه، اضافه لنظام انذار خط. حلو. احمد، كيف لقيت اقبال الناس بالمنطقه عندك على هاي الانظمه؟ في قبول؟ في ناس حابه فعلا يكون عندها نظام ذكي بالبيت عندها؟ بالبداية هذا المشروع شيء جديد عندنا بالمقرر، ما حدا عم يشتغل هيك مشروع، فبالبداية كان في صعوبة. بدأت صممت مجسم توضيحي، منزل ذكي، مجسم منزل، وطبقت عليه النظام ليكون هو توضيحي للزباين عن كيفية عمل منزل ذكي من نظام إنذار وتحكم وباقي الميزات. الفضل لك في إقبال كبير، وبلشت العالم يعني تسأل تفسير عن تكلفته، عن آلية عمله، عن تركيبه، عن إذا فيني أنا ركبه على إذا كان بيت عندي كذا. شكرا أحمد، بدي أتشكرك أحمد ياسين مدير مركز الأنظمة الذكية على كل المعلومات وعلى هذا النظام، يعني ممكن يشكل انفراجة للناس والمنازل في الشمال السوري. شكرا لك. شكرا لك أحمد، نهارك سعيد.